شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لجنابك والمشاهدين الكرام، وأشكر اهتمام فضائية رودا والمحترمة بكل ما يخص الشأن الصحي. سيدي الكريم، آخر إحصائية رسمية وردت عن دائرة الصحة العامة عن المركز الوطني للأمراض الانتقالية منذ بداية هذا العام، يعني من 1/1/2023 ولغاية هذه اللحظة، تم تأكيد إصابة أكثر من 250 إصابة مؤكدة بالحمى النسفية، وأكثر من 35 حالة وفاة في مختلف المحافظات العراقية. من ضمن هذه الإصابات في أربيل 8 إصابات و4 حالات وفاة، وفي السليمانية ما سجلنا لا إصابة ولا وفاة. أيضا في دهوك عندنا 3 إصابات، إذن 3 إصابات في دهوك و8 إصابات في أربيل، ومن ضمنها 4 حالات وفاة من ضمن الثمانية في أربيل. نعم، ذي قار هي أعلى المحافظات تسجيلا للإصابات ب 67 إصابة مؤكدة، ومن ضمن 67 10 حالات وفاة، بعدها البصرة ثم ميسان ثم الرصافة من بغداد طبعا، والمثنى فواسط فبابل فالكرخ وهكذا. فأكثر المحافظات مع الأسف العام الماضي وهذه السنة ذي قار تتصدر الإصابات والوفيات. سيدي الكريم، عندما تحدث وفاة داخل المؤسسة الصحية أو حتى خارجها، إذا كان مشتبه بإصابته تأخذ عينات وترسل للطبابة العدلية طبعا ولمختبر الصحة العامة المركزي سواء كان في المحافظات أو في بغداد، وتؤكد الوفاة، يعني سبب الوفاة. الإحصائية اللي ذكرتها لجنابك هي تشمل الإصابات والوفيات المؤكدة، طبعا توجد حالات مشتبه بها ونحن لا ندرجها في الإحصائية إذا لم تكن مؤكدة. لا، الكلام غير دقيق. العلاج المعتمد من قبل وزارة الصحة والبروتوكول المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية وأثبت فعاليته، وعشرات الحالات التي شخصت في بغداد والمحافظات تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفى عندما شخصناهم في مرحلة مبكرة. لا يوجد لقاح فعال مباشر ضد هذا الفيروس الخطير في الوقت الحالي، لا في العراق ولا في خارج العراق، ولذلك احنا دائما نؤمن بمبدأ الوقاية خير من العلاج. وإذا أصيب الشخص إذا انتبه للأعراض في مرحلة مبكرة، فمراجعة المؤسسة الصحية وتطبيق البروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة أثبت فعاليته ونجاحه. نعم، العلاج المعتمد هو طبعا سيدي الكريم، هو لا يوجد علاج يعني من فقرة علاجية واحدة، عدة إجراءات وعدة علاجات مع محاليل وريدية وغيرها بمجملها تسمى البروتوكول العلاجي، فضلا عن الإجراءات الصحية بمجملها البروتوكول المطبق من قبل وزارة الصحة أثبت فعاليته. إذا أتكلم عن موضوع الصناعة الدوائية فهو أولوية من أولويات الحكومة الحالية ومن أولويات وزارة الصحة، وإحنا نسبة جيدة في تصاعد من الأدوية والمستلزمات الطبية، بدأنا بتصنيعها سواء كان في المعامل الحكومية أو في معامل القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة، والحمد لله يعني هذا الموضوع يتطور بشكل يومي، وإن شاء الله سيكون هناك زيادة في أعداد الفقرات العلاجية المصنعة محليا سواء كان في المعامل الحكومية أو في القطاع الخاص. العلاجات التي تصنع، الجزء من العلاجات التي تصنع داخل العراق جزء منها في معامل حكومية، وأشهرها معمل أدوية سامراء التابع لوزارة الصناعة، وأيضا علاجات أخرى تصنع بمصانع أهلية، مصانع قطاع خاص، وتوجد مصانع مثل مصنع الأدوية الوطني، هو عقد شراكة ما بين وزارة الصحة دارة العيادات الطبية الشعبية بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص. في الوقت الحالي لا يوجد نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بعلاج حالات الحمى النسفية، في الوقت الحالي لا يوجد أي نقص من ناحية تجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المؤسسات العراقية.